بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الأولمبي الليبيجي يتصدر البطولة بمفرده بعد 5 انتصارات متتالية. الترجي واصل إهدار نقاط، والنجم الساحلي بأسوأ حصيلة من سنوات يقيل مدرب محمد الدو. النجم الساحلي البارح في ملعب سوسة كان خسر أمام الملعب التونسي 1-0، هدف يوسف توري دقيقة 17، هزيمة ثالثة في 5 جولات تعجل برحيل المدرب حمد الدو، والمعوض بصفة كبيرة هو ابن النادي محمد المكشر. والبقلاوة كانت كلها حلاوة إلى حد الآن في البطولة بعد تحقيق انتصار ثالث يتحدث عليها المدرب ماهر الكنزاري. تونس تونيزيان سا توجور ايتي اون افيش كو في تونس ولا في سوسة، وغيرت على دو زيكيب بون احنا خير برشا من ليتوال على مستوى المورال تاعنا واللونتام تاع الشامبيون، هما اي سون ان دوت ماهمش في لي زوبجيكتيف نتاعهم سيرتانمون، دونك اي سون دون اون بيريود دو دوت. نحنا حاولنا نستغل الكوتي هذايا، دخلنا بكل ثقتنا في الماتش لعبنا الماتش اللي فوق، سي تان ماتش ريفيرونس، الاولاد سو سون تري بيان دوني، ايزون كونفيرمي اللي هما موجودين، دونك لا ماتوريتي موجوده، ليسبري معناتها تكنيكمون اي سون بيان، فيزيكمون اي سون بيان، تكتيكمون معناتها قلنا خير من الادفيرسير وكنا احسن مغلب غداية المباراة، كنا بافولينا دو فيكتوار، كنا نستحقوها، سي تان فيكتوار امبلومون ميريتي. الترجي الجرجيسي يربح الترجي 1-0، هدف يسري الضيفلاوي في دقيقة 17، هزيمة أولى للترجي لما ينتصرش للمباراة الثالثة على التوالي، وأيام المدرب البرتغالي كاردوزو في الحديقة باء أصبحت معدودة، ممكن برشا تم إقالته في قادم الساعات خاصة بعد تراجع كبير على مستوى الأداء على مستوى النتائج وعلى مستوى المردود واختيارات اللاعبين، حتى الكاستينج ممكن تاع اللاعبين في التشكيلة إلى حد الآن برشا أغلاط من مدرب الترجي. في الجهة المقابلة الترجي الجنوب يواصل الإبداع مع المدرب أنيس بوجلبان اللي حقق الانتصار الرابع. الحمد لله انتصار باهي برشا في وقت باهي بعد بداية كبيرة من لعبية، ما قصروش عملوا رياكسيون لازم تتعمل تكتيكيا، الفريق نجح كما يلزم انه يوقف البون فور نتاع الترجي الرياضي، برافو للعبية على الانجاجمون وعلى الروح وعلى الجرينتا اللي لعبوا بها، لانه سيتي با فاسيل نلعبوا ضد لعبية كبار برشا سيرتو هجوميا، الترجي يمتلك برشا عناصر اللي تنجم تصنع الفارق في اي لحظة، ما نجموش يصنعوا الفارق لانه كان فما ديتيرميناسيون كبيرة برشا وعزيمة وجرينتا. صحيح انه ممكن في وقت من الاوقات سيرتو في الشوط الثاني البوزيسيون كانت لصالح الترجي، لكن ما فماش فرص كبيره لانه كنا تري بيان بلاسي. على كل انتصار باهي برشا لفريقنا ويخلينا مرتاحين، لانه بدايه ولا اروع بالنسبه لي، نحن على 5 مباريات عندنا 12 نقطه، مازلنا ما عملنا شيء في الكوره، ما يلزمكش تفرح برشا في الربح وما يلزمكش تحزن في الخساره، المباريات الكل مهمين، الناس الكل ولات مش تقرا حساب الترجي الجرجيس، دونك نزيدوا نخدموا اكثر باش نجموا ان شاء الله نحققوا الانتصارات ونحققوا اهدافنا الجولات القادمه ان شاء الله. قوافل قفصة يخسر أمام الأولمبي الباجي 2-0، أهداف اسكندر الصغير دقيقة 15 وشرف الدين عون دقيقة 82 و5 على 5 للباجي، رغم تغيير المدرب نصيف اللبياوي بالمدرب يامن الزلفاني اللي كمل في السلسلة الوردية. ماتش ماهوش سهل، كنا جريدين الماتش سيرتو تكتيكي وقفنا في الكبير الأولاد وقفوا باهية، طبقوا اللي كونسيني هدف الشوط الأولاني وجرينا الماتش، جانا ثاني ماكيلير نصيف الكبير تاع قفصة، الظروف الموجودة الكل سيرتو مع شونجمون تاع إدارة جديدة موتيفاسيون هما جميلة جدا، نجيك بالساهل ثاني ديفيسمون بعد بنكردان في قفصة معناتها ديفيسمون صعيب، ما كان باجي وعنده مستقبل نتاع ولادات صغار في القريب وفي البعيد يكون عنده شغل في الكرة التونسية. مستقبل قابس يخسر أيضا على ميدانه أمام مستقبل سليمان 2-1 دقيقة 17، حسين منصور كان سجل جليزة ثم زوز أهداف لأبناء سليمان بإمضاء أمين الله مجد دقيقة 51 ودقيقة 70، وانتصاره هو الأول لسليمان ويتحدث عليه المدرب سهيب زرو. الحمد لله ماتش مش سهل، ماتش صعيب، نلعبوا ضد جمعيه محترمه، قدمنا شوط اول متوسط، الشوط الثاني دخلنا فما برشا نيور من الاولاد، برشا فور فيزيك خدموه، ما قصروش اللي قلت لهم هما، عملنا شوط ثاني محترم، عرفنا كيفاش نلعبوا على البوان فور نتاع الجمعيه في الشوط الثاني، الحمد لله زي توفيق من عند ربي، نزيدوا نخدموا على رواحنا ونصلحوا لازم يتصلحوا. واتحاد بنقردان يربح اتحاد تطاوين 2-0، نسيم سيود من ضربة جزاء دقيقة 62 وناموري كايتا ضد مرمي دقيقة 71 مع إضاعة ضربة جزاء دقيقة 45 من حسام الحباسي لاتحاد بنقردان، وأول انتصار لأبناء بنقردان كان نتيجة وأداء حسب المدرب المساعد نزار سانسا. انتصار بإقناع كبير، انتصار كان نتيجة وأداء، نرينا نسكن الفرص العديدة اللي خلقناها في الشوط الأول، حتى جاء ضربة جزاء تم إهدارها لكن ما سلمناش، الشوط الثاني عاودنا
رحنا رجعنا سيطرنا سيطرة كاملة على المباراة، خلقنا برشا فرص وتوفقنا في التسجيل والحمد لله. الانتصار كان بإقناع كبير جدا، الناس كل شافت فرص عديدة، خدمنا خدمة كبيرة في التراب هذه في الجمعتين هذوما والحمد لله عطت أكلة يعني. في الدفعة الأولى نهار السبت نذكر النادي الإفريقي كان تعادل مع النادي الصفاقسي دون أهداف، شبيبة العمران تخسر مع الاتحاد المنصري 2-1، والنادي البنزرتي يتعادل مع نجم المتلوي 1-1. الترتيب بعد 5 جولات: الصدارة للأولمبي الباجي 15 نقطة، مرتبة ثانية النادي الإفريقي 13 نقطة، ثالث ترجي جرجيس ب 12 نقطة، مرتبة رابعة الاتحاد المنصري 11 نقطة، المركز الخامس للملعب التونسي 10 نقاط، مرتبة سادسة بين الترجي والنادي الصفاقسي 8 نقاط، المركز الثامن شبيبة العمران 6 نقاط، مرتبة تاسعة نجم المتلوي مستقبل جابس ومستقبل سليمان 5 نقاط، المركز 12 للنجم الساحلي 4 نقاط، مرتبة 13 بين اتحاد بن قردان النادي البنزرتي واتحاد تطاوين 3 نقاط، ومرتبة خيرة لقوافل قفصة دون أي نقطة إلى حد الآن. الجولة القادمة الجولة السادسة على دفعتين نهار السبت ماضي 2:30، الأولمبي الباجي مع النادي الإفريقي، نجم المتلوي مع النجم الساحلي، اتحاد تطاوين مع شبيبة العمران، و5:30 الترجي مع النادي البنزرتي، ونهار الأحد ماضي 2:30 الملعب التونسي مستقبل جابس دون حضور جمهور، الاتحاد المنستيري قوافل قفصة، مستقبل سليمان اتحاد بن قردان، والأربعة العشية النادي الصفاقسي مع الترجي الجرجيسي. بطولة الرابطة المحترفة الثانية الدفعة الثالثة من الجولة الأولى البارح، في المجموعة الأولى جمعية مجرين تربح جندوبة رياضية 2-1، في المجموعة الثانية أولمبيك سيدي بوزيد يربح هلال الشابة 1-0، مستقبل قصرين والفوز على الرلوي 2-1، محيط قرقلة يتعادل مع بحث بوحجلة دون أهداف، نفس النتيجة بين شبيبة القيروان وهلال الرديف، وكوكب عقارب كان ربح أمل الرقبة 3-0. نهار السبت في المجموعة الأولى نذكر أريانا ربحت حمام سوسة 1-0، مساكن تتعادل مع حمام لنف دون أهداف، القلعة تربح رادس 3-0، المهدية تخسر من قربة 1-0، ودليل والهزيمة من المرسى 2-0. نهار الأربعاء منزل بورقيبة كانت تعادلت مع المكلين دون أهداف، وفي المجموعة الثانية ساقيت الدير تربح نصر جلمة 1-0، والملعب الجابسي يتعادل مع أمل جربة دون أهداف. كمال يدير رئيس هيئة التسوية المكلف بتسيير جامعة كرة القدم موجود حاليا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أشغال الجمعية العمومية، وكان حضر البارح اجتماع رؤساء جامعات منطقة شمال أفريقيا اللي أشرف عليه رئيس الكاف موتسيبي، واللي كان تحدث مع كمال يدير ووعده بزيارة تونس قريبا. الكرة في العالم البارح نبدأ من نصف نهائي كأس السوبر المصري اللي يتلعب في الإمارات، الزمالك مع بيراميدز 1-1 في الوقت الأصلي، وبضربات الجزاء أهل الزمالك 5-4، سيف الدين الجزيري كان سجل هدف التعادل للزمالك دقيقة 41، أيضا حمزة المثلوثي كان سجل ضربة الجزاء في ضربات الجزاء اللي تأهل بها الزمالك المصري، واللي باش يواجه الأهلي، الأهلي اللي بدوره كان ربح سيراميكا كليوباترا 2-1، النهائي يتلعب نهار ميسا 16. من الجولة الثامنة في انجلترا البارح ولفرهامبتون يخسر امام المانسيتي 2-1، ليفربول يربح تشيلسي 2-1. من الجولة العاشرة للليغا الاسبانية برشلونة يضرب بقوة ميم سي في 5-1، ريال مايوركا يربح رايو فاليكانو 1-0، اتلتيكو مدريد والفوز على ليغانيس 3-1، فيا ريال يتعادل مع خيتافي 1-1. ومن الجولة السابعة للبوندسليغا كيل كان خسر امام يونيون برلين 2-0، فولسبورغ يخسر امام فيردر بريمن 4-2. وفي الجولة الثامنة للسيريا الايطالية روما في مباراة القمة تخسر أمام إنتر 1-0، إمبولي بنفس النتيجة ينهزم أمام نابولي، ليتشي يخسر أمام فيورنتينا 6-0، فينيزيا يربح أو يخسر أمام أتلانتا 2-0، وكاليري كان ربح تورينو 3-2. ونكمل من الجولة الثامنة للبطولة الفرنسية، لوهافر يخسر أمام ليون 4-0، أوسير يربح ستاد ريمس 2-1، نونت يتعادل مع نيس 1-1، وعلي العابدي كان حاضر في التشكيلة الأساسية لنيس وخرج في الدقيقة 92، تولوز يتعادل 1-1 أيضا مع أونجيو، مونبلييه يخسر امام اولمبيك مارسيليا 5-0. هاكا نكون وصلنا لختام اخبار رياضه، جمال تحيات شهير الكافي، نهاركم زين.